كان لكل دولة مصرف في مصر يرعى مصالحها، ما عدا مصر لا يوجد لها مصرف بالمثيل. كان هناك جدار عازل بين الوعي المصرفي وعامة الشعب، لهذا كان إنشاء أول مصرف مصري يتحدث باللغة العربية حلم القرن التاسع عشر وثورته الاقتصادية. كان بنك مصر للهوية المصرية داعيا وللثروة المصرية حافظا. نظر الاحتلال البريطاني بعين السخرية إلى دعوة طلعت حرب بإنشاء بنك وطني، ولم تتعاطف الحكومة المصرية مع الفكرة. ووسط هذا الجو الخانق من الإحباط والتشكيك، طرح حرب أسهم البنك للاكتتاب العام، وكانت قيمة السهم 4 جنيهات. كان طلعت حرب أول من أنشأ فروعا لبنك مصري في الدول العربية وأوروبا، كما كان أول من أنشأ مكتبا للدعاية للسياحة في مصر. وكان ضمن الأحلام ركوب البحر ببواخر مصرية، فكانت الباخرة كوثر أول باخرة ترسو في الأراضي الحجازية المقدسة، والباخرة النيل أول من رست على شواطئ أوروبا. وكما كان شق السماء بطائرات مصرية خيال تجاوز عنان السماء، لكنه تحقق. لقد أصبح الوعي المصرفي جزءا من الحياة اليومية للمصريين بفضل نجاح بنك مصر، مما أدى إلى انتشار التعليم التجاري في البلاد. كانت شركات بنك مصر جامعة بجوار الجامعات الأخرى، تتخرج فيها العمالة المدربة والكفاءة المصقولة بالخبرة، وإذا لزم الأمر ترسل أبناءها إلى بعثات تدريبية في الخارج. لو نطق هذا البناء لقال: إن أردت أن تراني ارفع رأسك جيدا، فسأظل أعلو أكثر وأكثر لكي أرى المستقبل قبل الآخرين مثلك. بنك مصر، رحلة نجاح وطنية.